خامس ابتدائي. أهلا وسهلا بكم في حلقة أسئلة مادة الرياضيات امتحان هذه السنة 2024. هاي الأسئلة هي يعني كانت أسئلة تقريبا شاملة لغالبية موضوع موضوعات الرياضيات. احنا جزئنا الأسئلة فراح نشوف السؤال الأول. السؤال الأول يقول ابدأ الفراغات الآتية بما يناسب. أولا 82 يوم يساوي فراغ أسبوع وأيام. احنا شو نسوي؟ أول شيء يقول 82 تقسيم 7 ليه 7؟ لأن اليوم الأسبوع 7 أيام. راح يصير 1 في 7 7 راح يبقى 1 ينزل 12 11 1 في 7 راح يصير 7 راح يطلع 5. إذن الأيام راح نكتب هنا 11 أسبوع و5 أيام. يقول هي القيمة أو القيم الأكثر تكرارا في البيانات هو المنوال. هو المنوال يقول 9 مليارات و400 مليون. نكتب أول شيء نكتب المليارات هاي 9 نكتب الصورة رقم 9 و400 مليون هاي المليون زين كتبها. شو يريد يبين 100 مليون؟ وين هال 100 مليون؟ هاي 100 مليون شوفوها هاي 100 مليون هاي 100 مليون راح تنكتب 94 100 مليون. يقول المثلث فيه ضلعان متساويان في الطول على الأقل. هو من هو مثلث متساوي الساحة؟ عن ثلاثة تساوي الساحة تساوي الساحة. يجي هنا قرب العدد هذا العدد هذا من 10,000. شوف احنا لأخذ جزء من المئة هاي جزء 10 هاي المئة باوعة 8 تنطي رح يصير 0 8 رح تنطي 1 2 3 تصير 4 0 0. الكسر العشر الذي يقع بين 56% و 57% انتم بس تكتبون 1 6 5 او اي رقم ثاني 2 3 هنا صفر. هذا بالنسبه لحل هذا السؤال. نجي على فرع باء. فرع باء كان يقول يراد تقطيع سلف طوله 3,045 متر الى قطع طول كل منها 15 متر. هل يمكن ذلك؟ وكم قطعة كاملة يمكن الحصول عليها؟ هنا شو نسوي؟ نقسم نقول 30 45 تقسيم 15 30 كم 15 فيه 2 فيه 15 راح يطلع 30 راح يطلع 0 0 ينزل 4 كم 15 بيصير 0 يصير 45 كم 15 3 3 15 راح يصير 45 0 0. هل يمكن؟ نعم ممكن. ليش؟ لأن طلع 203 بدون باقي قطعة كاملة لأن قطعة كاملة ممكن يصير عليها قطعة كاملة. ندخل على السؤال الآخر اللي هو عبارة عن السؤال يقول استخدم الكسور الأسرية في جملتين طرح مختلفتين. هنا استخدم يعني شنو أطرح؟ 9.5 ناقص 7.6 وراح يطلع لي 5.6 يصير 15.6 راح يطلع 9 وكان 1 من 9 صار كثورانية راح يطلع 1. أو استخدم هاي الجملة الأولى جملة طرح مختلفتين. الجملة الثانية أقدر أسوي 7.6 ناقص 1.9 راح يطلع لي. أنا إيش أسوي؟ أسوي 59 ناقص 76 النقطة الثانية راح يطلع لي 9.5 5 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
من أول
أسميه حمية الكسر الدنيا إطلال المصريين على الدنيا التفريدي حمية نقدر القسم أول شيء جمعة من القسم شكل القسم على اثنين راح يصير اثنين راح أقول اثنين هذا بالنسبة لهذا الجدول التكتيكي. بالنسبة للجدول التربيعي أيضا 625 راح أحللها أقصى شيء من تقبل على 5 من أحد 5 أو 0 راح أكون 1 هنا 12 كم 5 راح أكون 2 هنا راح أصير 2 راح أكون 5 على 5 راح أصير 2 ويبقى 2 راح أصير 5 على 5 يكون 5 الخمسة يكون واحد. كل ناقص من الجدول التربيعي من كل اثنين ناقص واحد. يعني من خمسة ومن خمسة ومن الجدول التربيعي بسقطين خمسة وثمانين وراح يكون خمسة في خمسة يساوي خمسة. هذا بالنسبة لحل السؤال. نجي على السؤال اللي بعده. جيت مساحة المثلث المكتوب قاعدة 15 سنتيمتر على 15 سنتيمتر. نجي مساحة المثلث. يساوي نصف القاعدة من ارتفاع نصف القاعدة في الارتفاع بما انه اشتيت الارتفاع عندي هذا النص في القاعدة في القاعدة 18 الارتفاع هو 8 وغالب الى 1 غالب الى 18 من 8 الى 9 في 9 في 8 السؤال الآخر اللي هو حل الجملة المفتوحة الموجودة عندي هاي هنا جملة يعني معناها أقرا أكتب بس أفكر من أكتب واحد من ثلاثة واحد من ثلاثة أحط يعني سكية ثمانية أكتب سكية ثمانية أقرأها بالنسبة لإجابة القاسم المشترك
14 24 و30 خلينا نشوف شو نطلع القاسي بالنسبة. أول شيء أقول إن 18 هي منين جايتني؟ جايتني من الواحد، من الواحد في 18 والثمانية بيش في 9 والثلاثة في 6 والأربعة ماكو والثلاثة في 6 ويكون الثمانية في 9 وجايتني منين؟ من 18 واحد بينما ال 24 من جايتني جايتني من الواحد في 24 والاثنين في 12 والثلاثة في 8 والأربعة في 6 والهاي 8 وهنا 12 وهنا 24 أجي على ال 30 منين جايتني؟ جايتني من واحد والاثنين والثلاثة والخمسة والستة والاثنين والثلاثة عندما أعطوا العشرة والاثنين عندما أعطوا ال 15 والثلاثة عندما أعطوا ال 1 قبل الثلاثة فصار شنو المشترك؟ المشترك هو ستة سؤال آخر موجود ما بيجي اثنين فقط من ما يأتي خلينا نشوف أول واحد هو على الروت يقول جد الوسط الحسابي والمدى والوسيط المدى للأعداد الثانية إذا عرفت جد المشهد الواحد أشياء يعني مثلا ساعة ممكن ثلاثة وراء ثلاثة ثلاثة وراء ثلاثة واحد اثنين ثلاثة وراء نوع خمسة نوع خمسة ستة سبعة أحسبهم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة الوسط الحسابي هو مجموع الأرقام على عدد البيانات الحسابي هو مجموع البيانات يعني اجمعهم فمن اجمعهم اجمع اجمعهم
تقسيم 9 طبعا الناتج تقسم 44 تقسيم 9 تقسيم 9 4 ما يصير يعني هنا تقريبا 4 في 9 36 ويبقى 8 صح؟ يعني معناها 4 وزن فارغة يكون 0 8 كم 9 تكون 8 8 في 9 72 راح يطلع باقي او في الباقي راح يطلع 4.8 هذا هو الوسط الحسابي زين يريد الوسيط الوسيط شلون اطلع الوسيط اطلع انه من هنا ادي احذف من هذا الرقم انه احذف هذا الرقم 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 وبالتالي هذا الوسيط اذا الوسيط هو 5 بينما المدى المدى هو أعلى قيمة المدى يساوي أعلى قيمة ناقص أقل قيمة أعلى قيمة هي شنو قيمة عندي 11 أعلى قيمة 11 ناقص أقل قيمة واحد يساوي 11 هذا بالنسبة لحل السؤال نجي على السؤال اللي بعده اللي هو يقول اشترى اشترى احمد 2.5 كيلوغرام من البرتقال و 3.4 كيلوغرام من البرتقال اشترى احمد بما انه يعني بين الجمع 2.1 على 2 زائد 3.3 على 4 خلص العدد الصحيح راح يصير 2 بناء 2.4 زائد 1.5 على 2 زائد 4.3 12 في 3 12 في 3 15 في 4 واحد المقامات راح يكون المقام 4 ف 4 كم ناقص في 2 وهاي ناقص في 2 راح يصير 10 على 4 زائد 15 على 4 راح يساوي 25 على 4 قسم 25 على 4 يعني معناها يطلع 25 على 4 يطلع 6 1 يعني معناها 6 كيلوات يجي لنا نجد قياس الزاوية المجهولة هاي الزاوية المجهولة من اجتها انا عندي مجموع قياسات قياس الشكل الرباعي يساوي 360 درجة نخلي هيك علامة يعني معناها هاي القاعدة يساوي خلي اطلق هاي سي اطلق هاي سي ايش راح يكون؟ راح يكون سي زائد 90 زائد 90 زائد 120 يساوي 360 اجمع ذني سي زائد 90 زائد 90 180 زائد 120 شوف هي راح يكون 180 زائد 20 صفر 8 زائد 2 10 صفر 200 يساوي 360 بعدين تطرحها سي 260 ناقص 300 راح يطلع 60 درجة من 50 درجة و
كان علم الباب على القدر أقول مصفى أقول مصفى نعم بعد أن يصير صفر 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 الواحد ينطي يصير هذا شو يصير يصير على الستة الستة ينطي فيصير اثنين زائد هذا ايضا صفر 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 السبعة تنطي اللي احنا نضغطهم يصير واحد اثنين اثنين راح اجمعهم الصفارة تنزل يساوي صفر 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 اثنين زائد واحد ثلاثة اثنين زائد اثنين اربعة صفر زائد اثنين واحد هذا بالنسبة للحجم نجي على السؤال الاخر يقول الآتي هذا الفهم في الكتاب حسب فقط حل المسائل يكتب النموذج وأقول أن الشيء أفضل أفضل شنو عدد الأعداد التي سجلها وهاشي سبعة تشير إلى رقم سبعة اللي هو هاشم رقم سبعة هو أكبر من العددين ستة خمسة وستة اللي هو حل صح هذا بالنسبة لحل هذا السؤال نجي على السؤال الآخر اللي هو أمر الكسر والتشريع في الفصل
عندي أولا أحول هذا 29 يعني 52 على 1000 صح؟ أول شيء الصفر هذا رقم الصفر 35 على 100 قسمون المقسم قسمون 5 قسم 5 راح يطلع 7 على 20 بعد ما يتوسط المسألة الثانية هي 25 أيضا على 1000 أفضل شيء أقسم على 5 قسمين 25 تقسيم 5 وهنا 1000 تقسيم 5 لما أقسم على 5 راح يطلع 25 يطلع 25 وهنا راح يطلع شيء 1000 راح يطلع 200 أقدر بعد أقسم على 5 25 تقسيم 5 تطلع 5 على 200 تقسيم 5 تطلع 40 صح أقدر بعد أقسم على 5 وراح يطلع لي 1/40 واحد على 8 هذا بالنسبة لحل هذا السؤال بس تعرف يعني هاي اللي هي الفورمة الضريبة العملية معناها زين أو تكتبوها بهذه الصيغة واحد على الصحيح واثنان على الضعيف على مية هي صحيحة أقسم الفورمة الضريبة أقسمها على 2 لأنها هذه زوجي ومية بتقسم على 2 تضرب 1 بالعدد الصحيح راح يصير 2/4 يصير 24 يصير 24 على 2/4 يكون 50 1 و4 تقسمها على 2 تضرب 24 تقسيم 2 50 تقسيم 2 راح يطلع 24 2/4 تقسيم 2 راح يطلع 12 يكون هذا راح يطلع 50 2/4 25 بعدين تقسم على يعني بين الثلاث على العدد الزوجي على العدد الفردي وهكذا تقسم على 12 ولهنا انتهى الحل. هذا كله موجود اعزائي.